للسيد بابوري كرئيس مدير عام لمجمع إيميتال، اللي نعتبره كأهم مجمع في القطاع، لأنه يقوم ب أولا بعدد العمال اللي موجودين في هذا المجمع، وثانيا بالمهام اللي يقوم فيها بقطاع الحديد والصلب. كما تعرفون هذه الفترة الأخيرة القطاع هذا كان من القطاعات اللي السلطة العليا تهتم بتطويرها، بالأخص لتطوير قطاع النقل بالسكك الحديدية. هذه من جهة. من جهة أخرى، الشركات اللي موجودة في هذا القطاع كلها شركات مهمة، ولكن في خلل من شركة إلى أخرى في توازن في التسيير بالأخص في المانجمنت، وهذه ستكون لكم أول مهمة لإعادة النظر في أولا تركيبة كل ما هو الكونسي دادمينستراسيون، مجالس الإدارة، لأنهم ما نعممش لازم يكونوا مجالس الإدارة دهنيا نتاع يكون عضو في مجلس إدارة لأجل جوتون دو بريزونس، خلاص لازم الإخوان اللي يكونوا شركاء في هذا الكونسي دادمينستراسيون يكونوا يعني مهتمين بالعمل تاعهم، ويعرفوا بان انهم مسؤولين بينالمون اي سيفيلمون.